أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمخرجات القمة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى، والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط. أعلن وحيد جلال زادة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في تصريحات أن الجولة الجديدة من محادثات الاتفاق النووي ستعقد بهيكلية جديدة، كما أوضح أن المفاوضات قد تتولاها وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى للأمن القومي.